المسائية من الميادين، سلام الله عليكم. وفي عناوين ملفها: مرجع أمني لبناني يؤكد توقيف العشرات بينهم يحملون جنسيات عربية بتهمة الإعداد لأعمال تخريب، من المستفيد من أحداث فتنة؟ اتهامات للمخابرات التركية بالدخول على خط أحداث الفوضى في لبنان، ماذا تريد أنقرة وما أجندتها في البلاد؟ وفد أوروبي يرفض طلبا أمريكيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، فهل تتضارب حسابات الأوروبيين وواشنطن في لبنان؟ توقيف العشرات بتهمة الإعداد لأعمال تخريب في لبنان، هذا ما أكده مرجع أمني للميادين. اللافت أن من بين الموقوفين من يحملون جنسيات عربية مختلفة، فلماذا يسيء هؤلاء إلى بلدانهم؟ ومن يزج بهم في أتون أحداث فتنة؟ المرجع الأمني يشير إلى المخابرات التركية بالاسم، فماذا تريد أنقرة من لبنان؟ وهل عينها باتت على شمال لبنان وفي خلفية ذهنها موطئ قدمها في إدلب شمال سوريا؟ وأين تتقاطع في المصالح مع دول أخرى على الساحة اللبنانية التي باتت تحت مجهر الضغط الأمريكي المتزايد؟ وهو ما تعكسه التصريحات المتلاحقة للدبلوماسية الأمريكية ودخول الكونغرس على الخط مع رفض الاتحاد الأوروبي طلب مشرعين أمريكيين تصنيف حزب الله منظمة إرهابية، والتأكيد أن الجناح السياسي للحزب هو جزء من المشهد السياسي اللبناني، فأي حسابات للأوروبيين؟ وهل تتناقض رؤيتهم مع واشنطن حول لبنان؟ وإلى أي حد هم قادرون على تجاوز طلبات واشنطن وربما ضغوطها؟ المسائية بدأت، حياكم الله. أرحب بضيوف المسائية في الاستوديو، الكاتب الصحفي الأستاذ جورج شاهين من إسطنبول، الخبير في الشؤون التركية دكتور حسني محلي، ومن بنت جبيل في جنوب لبنان الخبير في الشؤون السياسية الدكتور وسيم بسي. ما هي أبعاد القرار السياسي والأمني لمنع الفتنة ومساعي البعض لتفجيرها؟ نبدأ بهذا التقرير مع غراسيا بيطار. لقد لامسنا أجواء الحرب الأهلية على نحو مقلق، هذا ما قاله رئيس الجمهورية اللبناني العماد ميشيل عون في كلمته الافتتاحية في لقاء بعبد الوطني منذ أيام، كلام يتقاطع على نحو خطير مع ما كشفته المصادر الأمنية للميادين وتوقيف أشخاص من مجموعات ساعية إلى إيقاع لبنان في أتون الفوضى. اللافت أولا هي جنسيات هؤلاء العربية من السودان وسوريا وفلسطين، لماذا قد يريد هؤلاء الإساءة إلى بلدانهم أولا قبل لبنان؟ ومن يقرع الفتنة من باب المطالب الاجتماعية؟ يعود إلى الواجهة في هذا الإطار اللاعب التركي، فأنقرة التي يقودها مسارها التوسعي الواضح من سوريا إلى ليبيا وغيرهما قد تكون تطمح إلى أن يكون لها موطئ قدم في لبنان عبر بوابة الشمال تحديدا. العدة جاهزة، ويصفها البعض باللعب على وتر المظلومية المذهبية كحام بديل، فإلى أين يمكن أن يصل الطموح التركي الذي ينسب إليه تقديمه الدعم المالي لمجموعة من المخربين؟ وهل هو مستقل أم هو مرتبط بما يرسم للمنطقة من تسويات لموسكو دور كبير فيها؟ البعد الإقليمي حاضر أيضا في التوتر الأمريكي الواضح، فمواقف السفيرة الأمريكية في لبنان دوروثي شيا التي أطلقت الإشارة الأولى لخوض معركة ضد الحكومة بوصفها مدعومة من حزب الله لا تبشر بأي استقرار. السفير البريطاني حذا حذوها في مهاجمة المقاومة، وجميعها مؤشرات لا تبدو السلطات السياسية والأمنية اللبنانية غافلة عنها، ولا سيما في ظل الاستهداف الممنهج للقوى العسكرية والأمنية. لعل توقيف مجموعة المخربين تصب في إطار استراتيجية التصدي الاستباقي والميداني للإرهاب على ما جاء في بيان اللقاء الوطني، لكن مسؤولية التصدي للفوضى والشحن الطائفي تبقى جماعية، وهنا التحدي الأكبر أمام اللبنانيين. أستاذ جورج شاهين، أسعد الله مساءك. مساء النور لك ولكل المشاهدين. حياك الله. شكرا. أخذ رأيك أولا بالشق الأول من التقرير المتعلق بالمعلومات الأمنية التي تتحدث عن تركيا. لك كمال، المعلومات مش جديدة. بعتقد
كنا عم نتابع اجتماعات المجلس الأعلى للدفاع من قبل الاجتماع الأخير. ما سمى تركيا؟ يعني قبل 4 حزيران، قبل جلسة 3 حزيران، وقبل جلسة بأيار صار في اجتماع المجلس الأعلى للدفاع. وبعد 6 حزيران كمان أستاذ. إيه أنا عم بحكي أي متى طرح الموضوع وطرحت المعلومات على الطاولة. كانوا قادة الأجهزة الأمنية قاعدين باجتماعات المجلس الأعلى للدفاع وعم يتبادلوا المعلومات، وأنا كتبتها تقريبا بعتقد بأول حزيران كتبت بالجريدة مقال أشرت فيه مش لتورط الأتراك فقط، في دولة خليجية متورطة أيضا، وكان على الطاولة كلام عن تنسيق تركي قطري بكل بساطة، وتبادلوا المعلومات وتحقيقات الموقوفين لأنه التحقيقات مع الموقوفين ما كانت صعبة. إذا بتتذكر في تحرك صار بطرابلس تصوروا الشباب وحاطين العلم التركي في المواجهة مع الجيش، في المواجهة مع الجيش قبل بالعبدة، إيه بمرحلة من مراحل التي تلت الانتفاضة، لأنه بتعرف أنت كان في ساحة الانتفاضة وفي ساحات أخرى للانتفاضة. في ساحة الثورة يلي كانت أخذ المطالب المعيشية الاجتماعية بكل هدوء بكل الأساليب الديمقراطية وغيره، وكان في ساحة أخرى تستخدمها هذه القوى أو هذه الأجهزة. ليست المشكلة الحقيقية ليست في الدور التركي أو القطري فقط، في كثير أجهزة مخابرات على لبنان كمان مرتع لأجهزة مخابرات. بس إذا كان هذا الأمر مرصود منذ فترة طويلة، نعم، لماذا تركت الأحداث تصل إلى يوم 6/6؟ عم تتعالج كانت، وفي تحقيقات وفي تحذيرات، وأنا بعرف صار في اتصالات دبلوماسية قامت بها مراجع أمنية مع المعنيين بالسفارات الموجودة بلبنان، وجرى تبادل المعلومات وأعطيت وثائق. هذا مش كلام تسلية أو تسريبة، في اعترافات حقيقية لموقوفين بأحداث طرابلس وأحداث وسط بيروت وأحداث البقاع الأوسط. البؤر مرصودة. نشكر الله كمال أنه عندنا أجهزة أمنية اليوم لوم الأمن الاستباقي اللي عم نمارسه نحن، حتى بآخر تحركات بتحرك 6 حزيران وبتحرك 12 حزيران كان في تحذيرات مسبقة قبل يعني اليوم واثنين وثلاثة. هذه الأطراف المتورطة على كفاءة الأجهزة الأمنية ما في شك. نحن بظل شو عايشين؟ نحن عايشين بظل استقرار، الحد الأدنى من الاستقرار الأمني مش بقرار سياسي. طب أنا هنا أستاذ جورج بس خليني ألفت نظر لهالنقطة هاي. بس مضمون الاعترافات شو كانت تقول؟ مضمون الاعترافات بتورط التمويل بهذا الاتجاه. في أطراف أخرى، في تحقيقات أخرى قيل أن بعض الشخصيات اللبنانية متورطة بالتمويل إلى جانب الواحد. بس لا، المعلومات دقيقة والتحقيقات راحت إلى المرجع الدبلوماسي الصالح بالسفارات وأبلغت أجهزة أخرى كانت مهتمة. نحن محكومين لو ما كفاءة الأجهزة الأمنية، عندنا قيادات عسكرية وأمنية تضمن لنا هذا الحد، لأنه القرار السياسي مشتت. نعم، القرار السياسي يفتقد ضمانة. ليك عشنا مرحلة، خد مرحلة الشغور الرئيسي، ما في جزء من القرار السياسي ما في شك يستدعي أو يغطي التدخل التركي مثل ما في موجود في ليبيا بالسلطة اللبنانية؟ مش مبين السلطة اللبنانية ولا حزب التقارير الأطراف الداخلية أكيد مش أتراك المتورطين، مش جايين من اسطنبول ومن أضنة وبيتمشوا بالساحة التركية. ليك في شغلة كتير مهمة، الشمال اللبناني يعني الأتراك أكثر من غيره. حدا بيعرف أنه بعد في قرى تتحدث تركية بعكار؟ إذا بتتذكر السفير التركي بدأ من جديد. بس هذا التوجه أنا بقول لك المعلومات الأولية الدقيقة يلي بتحكي، وما عم بحكي معلومات، ما عم نظر ولا عم سرب. المعلومات تتحدث بداية التحرك أو التدخل التركي بلبنان بين 2013-2014، هذا يمكن اعتماده كتاريخ. 2013-2014 بلش التحرك على أساس أنه كان ساحة الشمال اللبناني أحد المعابر إلى الداخل السوري. تتذكر تلك المراحل؟ صحيح. تتذكر العملية صارت لطف الله واحد لطف الله رغم عدم أهميتها اليوم بعده بيحكوا عن باخرة لطف الله. إذا بترجع أحد المراجع الأمنية بيومتها عم بيقولوا شو لعبة باخرة لطف الله واحد، لأنه كان معتقدين في مسلسل لطف الله واحد واثنين وثلاثة، وما كان في إلا لطف الله. مجموع الأسلحة
يلي اتخذت من لطف الله كان الاعتقاد انه بتدير معركة كانت دايرة على تخوم حمص بين السبعة والعشر دقائق. السلاح الذي دخل الى الازمة السورية يعني لم يكن مصدره لبنان، دخل من حدود اخرى غير السفينة. كنا شفنا الارتيل والاسلحة اللي دخلت من المعابر التركية وليس من المعابر اللبنانية. اخذ رأي ضيوف الاخرين. دكتور حسني محلي حياك الله من اسطنبول مباشرة تطل معنا، والسؤال المباشر، ماذا تريد تركيا من لبنان؟ يعني اعتقد عزيزي كمال السؤال يجب ان يكون اوسع، ماذا تريد تركيا من المنطقه، او حتى ماذا تريد تركيا من افريقيا، وماذا تريد تركيا من اوروبا، وماذا تريد تركيا من العالم. يعني الرئيس اردوغان لا يخفي نوايا وحسابات واستراتيجيات الدوله التركيه، وهو يقول في اكثر من مناسبه وحتى قبل ثلاثه ايام بان تركيا ستمد يدها إلى حيثما كانت الدولة العثمانية. هذا ما يقوله بكل صراحة. إذن لبنان جزء من ما يسمى ببقايا الدولة العثمانية، كما هو الحال في ليبيا، وكما هو الحال حتى في عدن، حتى في اليمن. ونحن نذكر كيف أن الدولة الألمانية والرئيس ماكرون الفرنسي وميركل عبروا عن قلقهم من نشاط المخابرات التركية في هاتين الدولتين، بل حتى أوروبا بشكل عام وبشكل خاص منطقة البلقان. الاهتمام التركي بلبنان مهم جدا باعتبار أنها جارة لسوريا، ويجب أن نذكر بالزيارة المهمة التي قام بها الرئيس أردوغان في أعتقد 24 أو 25 تشرين الثاني 2010 إلى بلدة الكواشرة، أعتقد هكذا كان اسمها. فكان هناك احتفال ضخم وحضره حتى آنذاك رئيس الوزراء سعد الحريري. وفي تركيا كان هناك الإعلام التركي، كان هناك نقل مباشر لهذه الفعالية نتيجة الأعلام واللافتات باللغة التركية. لكن هنا دكتور حسني، هنا يتزايد الاعتقاد أو المؤشرات على أن هناك اهتمام تركي بطرابلس تحديدا، وطرابلس على البحر المتوسط، وفي هدف تركي واضح هو أن يكون لها نفوذ في شرق المتوسط من شمال أفريقيا، سواحل شمال أفريقيا، حتى يعني حتى لبنان مرورا بهذه المنطقة كلها البحرية. هل تعتقد بأن الأتراك يفكرون بقاعدة عسكرية بحرية في طرابلس لبنان؟ هل هذا هو التفكير الآن؟ يعني إن لم يعني في ظل المعطيات الموجودة كدولة لبنانية هذا مستحيل كدولة. ولكن في النوايا بدون شك تركيا تريد أن يكون لها موطئ قدم في طرابلس أو في الشمال اللبناني لعدة أسباب، باعتبار أن المنطقة المتنازع عليها بين إسرائيل ولبنان، المنطقة الحدود البحرية المقصود بها، هي قريبة من طرابلس. اثنين، طرابلس قريبة من الحدود السورية وخاصة وسط سوريا، وتوازي قاعدة طرطوس الروسية أيضا. طرطوس هذا ما كنت أريد أن أقوله بالإضافة إلى حميمين. هذا بدون شك، يعني لماذا لا؟ منذ ذلك التاريخ، منذ زيارة أردوغان، والإعلام التركي كتب أكثر من مرة عن الاهتمام، يعني بناء المدارس والمستشفيات والفعاليات والمساعدات الإنسانية وغيره إلى هذه المنطقة التي يسكنها التركمان، بالإضافة إلى الكواشرة. أعتقد هناك قريتين أو بلدتين صغيرتين، واحدة أعتقد اسمها البيرة يمكن على ما أذكر. إذن هذا هو الاهتمام التركي، باعتبار أن لتركيا، طالما أنت سألت ذلك، اهتمام بشرق الفرات، عفوا بشرق الأبيض المتوسط. شرق المتوسط صحيح، لأن هناك خلافات جدية بين تركيا وكلهم من قبرص وإسرائيل ومصر فيما يتعلق بتقاسم الثروة الاقتصادية أو الغاز والبترول في هذه المناطق، شمال لبنان، وبالتالي الحدود السورية اللبنانية والشاطئ السوري بأكمله مهم جدا، مهم جدا، لأنها قريبة من قبرص أو من جمهورية شمال قبرص التركية التي فيها قواعد عسكرية تركية. ويجب أن نتذكر أن الطائرة التي أسقطت في 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 على الساحل السوري في حزيران 20 حزيران 2012 كانت قد جاءت من قبرص،
وأسقطت في 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 سوريا. يعني تتوقع دكتور حسني، قبل أن أنتقل للدكتور وسيم أطلنا عليه قليلا، هل تتوقع أن نرى الرئيس أردوغان يظهر علينا ويقول طرابلس لبنان خط أحمر كما قال عن ليبيا وكما قال عن إدلب وكما في طرابلس الغرب؟ لا طرابلس لبنان. هذا بدون شك أبدا، بدون شك. بدنا نشوف يعني بدنا نشوف قريبا. لكن في نقطة مهمة أخ كمال، مهمة جدا. بعد 2011، بعد ما يسمى بالربيع العربي والوضع السوري، تدهور الوضع السوري، كان هناك تنسيق مهم جدا بين كل القوى الأحزاب يعني الموجودة في لبنان، ويعني سمير جعجع ووليد جنبلاط وكل الأطراف المعادية لسوريا، الأطراف المعادية لسوريا. كان هناك تنسيق استراتيجي بين كل هذه الأطراف، وكلهم زاروا تركيا أكثر من مرة سرا وعلنا، وبين الدولة التركية. يعني السبب هم هؤلاء قبل أن تكون الدولة التركية، لأن طيب هؤلاء كانوا يتآمرون على سوريا. طيب دكتور وسيم بزي حياك الله، أطلنا قليلا عليك، ولكن يعني نحاول أن نفسح المجال أكبر قدر ممكن لرأي ضيوفنا حتى فعلا نفهم المشهد الحالي في لبنان. أريد أن أخذ مقاربتك وأسألك أيضا عن دور قطر، أيضا كذلك الشريك مع تركيا في ليبيا والشريك مع تركيا في سوريا. نوع الشراكة في لبنان ما هو؟ أولا تحية لحضرتك أستاذ كمال وللدكتور حسني ولضيفك الكريم ولمشاهدي الميادين. ما في شك أستاذ كمال أنه ثنائي القطر التركي يتوزع الأدوار على مساحات الإقليم منذ لحظة الربيع العربي 2010-2011. النفوذ والقوة العسكرية والمدى الحيوي هو للأتراك، والتمويل هو للقطريين، وبالتالي هذه الازدواجية موجودة في غزة، موجودة بنسبة أقل ظهورا في بيروت، كانت موجودة بقوة في سوريا، موجودة في ليبيا وفي كل ساحات الطموح المشترك للطرفين. بالنسبة لوضعية شمال لبنان، ربطا بالنقاش الذي تفضلت به مع الضيوف، أولا ضروري أن نشيد بما أنجزته الميادين من وقع كبير للمعلومات الأمنية التي استقطها بالتوقيت الحساس الذي يعيشه لبنان، علما أن الموضوع التركي حاضر بخفر في ساحة الاشتباك اللبناني بالسنتين الأخيرتين بالتحديد، لأنه بلش الأتراك موجودين طبعا من خلال المشروع الإخواني، من خلال الجماعة الإسلامية، هذا حضور تاريخي. بس كان في مؤشرات دكتور، يعني عندما حصل المواجهة بين الجيش اللبناني وبين البعض في العبد في طرابلس، سبق هذا الاشتباك زيارة للسفير التركي لتلك المنطقة، وقالت بعض التقارير أنه التقى رئيس بلدية العبد، وعندما وجه الجيش اللبناني وجه بالعلم التركي. أنا رح أكد لك اللي عم تتفضل فيه أستاذ كمال، هذا ضمن السنتين اللي أنا عم بحكي عنه. يعني اللي أنت عم بتأكد لي اللي أنا عم أقوله. أصلا صار في خلاف بين السفير التركي في بيروت وبين جماعة المخابرات التركية وحقان فيدان بتلك المرحلة اللي أنت عم تحكي عنها، حول أنه هل هناك ضرورة الآن لتظهير الحضور التركي بهذه العلنية. السفير كان متحمس من خلال الزيارات اللي حكيت عنها ولقرى تركمانية تحدث عنها الدكتور حسني، منها الكواشرة ومنها جديدة عيدموس وغيرها من الضياع في البيئة العكارية، لكن حقان فيدان والمخابرات ما كانوا بدهم يستعجلوا ربطا بآليات التنسيق مع الإيرانيين والروس التي لا تريد أن تأخذ اللحظة اللبنانية إلى هذا المستوى من تظهير الحضور على الأقل من حيث التوقيت. طيب هنا إذا خليني كفيلك هون في جزئية مهمة أساسكم. ظهور ما يسمى بالمنتديات مؤخرا على ساحة الشمال اللبناني بالتحديد، ربطا بالوجود المستجد للسيد بهاء رفيق الحريري عبر أربع شخصيات يعتمدها بعمل منتدياته، على رأسه السيد نبيل الحلبي،
والسيد معماري، وهو بالمناسبة نصر معماري هو أحد الممولين لهذه المجموعات بالشمال، وعبر السيد أحمد الحلواني اللي جاي من بيئة طيار المستقبل وإن جي أوز وأمريكان، والسيد جيري ماهر الذي يقود الحملة الإعلامية لهذه المجموعة، لأن السيد نبيل الحلبي سبق وكان له دور بموضوع إعزاز، وكان له علاقة بالمخابرات التركية وهو موجود الآن في إسطنبول. تظهر الدور التركي من خلال صورة جديدة إلى علاقة بادعاء الحضور بالحراك ما بعد 17 تشرين الأول. بس هذه التركيبة دكتور، التركيبة غريبة. هنا اسمح لي أسأل الأستاذ جورج شاهين رأيه بما ذكرته وما يذكر أيضا عن هذه التركيبة. يعني السيد بهاء الحريري، أنا بدي أفصل الانطباع بأنه السعودية، يعني لأنه الحريرية لا مرتبطة بالسعودية أو الإمارات. جيري ماهر بشكل واضح اللي ذكره الدكتور وسيم، الرجل يمثل وجهة نظر السعودية في وسائل الإعلام. لا، جيري ماهر أعد مستشاري بهاء الحريري وصفها مش مستعفية. خلينا نوضح، هو يدافع عن السعودية في وسائل الإعلام، يعني هو يعني أظهر حاله في وسائل الإعلام كمدافع عن السعودية. اليوم ما فيك تحط بهاء الحريري بالسلة السعودية، خلينا نكون واضحين. السعودية غائبة عن الساحة اللبنانية، الساحة اللبنانية مهملة بالنسبة لها على الأقل في العالم وفي السياسة. ممكن الإمارات أوضح شوي، بس خلينا نكون أوضح، دكتور وسيم فات بصلب المشكلة. بس ما نربط بين الدور التركي ودور التنسيقيات. خلينا نكون واضحين، مجرد وجود نبيل الحلبي في أنقرة بتركيا أو أكثر وقته بأنطاليا، مش المنتديات موجودة قبل ما يكون أي دور للشيخ بهاء الحريري. وأنا بدي أوضح هون شغلة وبعرفها، واسمحني ما أفوت كتير بتفاصيلها. نبيل الحلبي بعد اللي صار، إذا بتتذكر أحداث طريق جديدة والكلام عن ضغط بين الشارع المنقسم بين بهاء والشيخ سعد الحريري، نعم، بتلك الليلة وإحدى المحطة وكذا محطة تلفزيونية عملوا برامج لبعد نص الليل، اشترك فيها نبيل الحلبي من تركيا مش من لبنان. وفي وساطات وفي حركة دبلوماسية صارت، اسمح لي ما أدخل كتير تفاصيلها. اضطر نبيل الحلبي أنه ينتقل إلى عمان وتحديدا إلى منطقة الغردقة مطرح ما كان قاعد بهاء الحريري. هونيك صارت الاتصالات. أنا بدي أفصل شوي بين الدور التركي القطري اللي شرحه ودور التنسيقيات وبهاء الحريري. نعم. إذا بهاء الحريري بده يمول، مش عايز مصريات الأتراك ولا مصريات القطريين. أين التقت هذه الحركة بالتوقيت وعلى الساحة من طرابلس إلى بيروت إلى وصل إلى البقاع الأوسط؟ هون فت باللعبة الداخلية. يعني بهاء ليس ضمن بهاء المشروع التركي. بهاء نفى لاحقا كل علاقاته بكل هذه ليس له التركيبة. علاقة بالمشروع بكل التركي. هذه التركيبة. وطمأن شقيقه عبر أكثر من وساطة وتعرق دبلوماسي عربي. صار في اتصالات وصار في اجتماعات بعمان وبالغردقة وببيروت. طمأنت. وإذا بتتذكر رد الرئيس سعد الحريري التحية بمثله وقال بهاء شقيقي الأكبر وأنا أحترمه وأحبه بهالإطار. لذلك في تقارير تقول بانه مش كل التقارير دقيقه قد ما بدك في سيناريوهات. من خرب المجموعات التي خربت في بيروت بدك تفوت على ملف ست حزيران؟ لا، كان لها علاقه ببهاء الحريري. مش كلهم. ليك خليط ست حزيران غريب عجيب. الدكتور وسيم قال طبعا خليط ست حزيران، انا معه اللي عمل عرض دكتور وسيم رائع ومتكامل. خليط ست حزيران كبير كتير وبعده عم يتفاعل لليوم. عندنا ست حزيران، عندنا 12 حزيران، عندنا بحدود ال 115 ل 123 موقوف مرقوا بهالفتره مرتبطه بهذه الاحداث لدى الاجهزه الامنيه والقضائيه المختصه. لحد 42 بعدهم بالحبس. افرج نعم، في 42 بعدهم موقوفين. في واللي متورطين اكثر ثلاثه اربعه في تحقيقات، في موقوفين وفي مفرج عنهم. انا قصدي بالخليط اللي قدامته، أشرتوا بالمقدمة أنتوا عن مجموعة فلسطينيين وسودانيين وغيره. هاي مجموعة وقت اللي بدك تستعمل شركات بتجيب لك جمهور تيزقف باستوديو، بدك ناس تنزل على الطريق. ما بتلاقي كل الناس، بتلاقي سوريين وسودانيين وفلسطينيين ب 15,000 و25,000. استاذتوني بس تعليق لو سمحت. تفضل. هودي اجوا ثلاثة ثلاثة بسيارات مدنية، ما اتوا بالباصات
وإجوا بهدف الفتن الأمني بمعزل عن المتظاهرين. واضح واضح، بس أنا ما بدي أعطي الحجم أنه التنسيقيات صارت السودانيين مع الفلسطينيين مع السوريين، مش هذا القصد. وأنك تكبر الكومبارتس على الساحة الأمنية بدك ليس تعمل مشاكل، إنما إلى جانب كل هذه هؤلاء الموقوفين في موقوفين محليين، يعني كل الموقوفين كانوا، حتى أنا بدي أقول لك أكثر، بالأمن الاستباقي اللي كان متخذ كان مفروض مجموعات ما توصل على ساحة الشهداء بستة حزيران، لا من البقاع الأوسط ولا من طرابلس ولا من الضنية ولا من عكار. أنا عم بقول لك مجموعات مرصودة بالاسم، ولما طلع الفان يلي جايبهم الرقم موجود ونام السيارة موجود. ما يهم الرأي العام أستاذ جورج، هذه المجموعات تابعة لمين؟ هلا كنا عم نحكي كنا عم نحكي اللي ارتكبوا الفعل الأمني بالخندق الغميق ما في أتراك، بأطراف الضاحية الجنوبية ما في أتراك، إنما أمل وحزب الله رفعوا مسؤوليتهم عن اللي شاركوا. أعلنت أمل أن أقفلت الطرق بالخندق الغميق، وشفنا عواجز الشرطة ما بعرف شو بيسمون عندهم تسمية، وحزب الله رفع المسؤولية عنهم. أنا هيك سميت لك يا خليط من بين المتورطين المجموعات اللي عم نحكي عنها، طرابلسيين والبقاعيين يعني اللي ارتبطوا بالأتراك والقطريين. لم يصلني جواب من أشارت إليهم الأجهزة الأمنية بالمخربين المرتبطين بتركيا. مين هم؟ أنا عم بقول لك جزء من مجموعة اللي أشرت لهم بشكل واضح وصريح. تابعين لمين محلياً؟ محلياً في أطراف في أطراف رفعوا الغطاء، مش بهاء الحريري، رفعوا الغطاء عنهم، مش بهاء الحريري، لا ما بتصور بستة حزيران و12 حزيران، لا ولا أشرف ريفي، ارتباط أشرف ريفي مع احترامنا لمعالي الوزير ومعزتنا ارتباطه ارتبط بالمرحلة الأولى السابقة إذا بتتذكر بتحركات بين أيار ونسان وأيار، وليست هذه التحركات بين نسان وأيار، المجموعة اللي كانت تنزل ورفع العلم التركي متوسط اللقاء اللي وقى ريفي. خلينا نرجع لهيك الصور تتذكرهم. طيب هون وسيم. انا تسمح لي اسال دكتور حسني محلي؟ بس عفوا عفوا استاذ كمال بسرعه، بس بدي اروح على انقره. العلم انرفع ببلده البداوي بالتحديد، واللي رفعه في طرابلس واللي رفعه هو عامر اريج، احد الادوات اللي استخدمت بالشمال ربطا باراده التظهير التركيه من قبل السفير بالتحديد. طيب خلينا كمان بس شغلي وحده، بس بدي اروح على تفضل بس شغلي وحده، لانه صار في اشاره من المشارك من تركيا ودكتور وسيم، حرب السلطنات على الاراضي اللبنانيه، حرب الامبراطوريات، نحن عم نشهد نوع حرب من حروب صغيره للأمبراطورية العثمانية والأمبراطورية الفارسية والاتحاد السوفيتي سابقا، إحياء هذه قد تكون تركيا من بين هذه اللعبة، ومثل ما قلت لك تحت لو مارجزة طلعت على الهواء، مثل ما هون في طرابلس، في طرابلس الغرب، وما ننسى في قاعدة تركية بقطر، أي متى؟ بعد القطيعة والمقاطعة والحصار الرباعي على قطر، نزلوا الأتراك وعملوا قاعدة إلى جانب القاعدة الأمريكية بقطر، وقالوا عندنا بعد 100 سنة إلى الجزيرة العربية. دكتور حسني محلي، ذكرت في المداخلة قبل قليل بأنه الأحزاب السياسية في لبنان المناوئة لسوريا نسقت مع تركيا، أو أغلبها نسق مع تركيا، من هل نستطيع أن نتحدث بالاسم هنا عن هذه الأحزاب وعن شخصيات؟ يعني في كثير أحيانا تقارير لا أعرف لا أستطيع تأكيدها عن زيارة اللواء أشرف ريفي لتركيا أو عدة زيارات، هل فعلا زار سمير جعجع تركيا؟ ما بعرف إذا عندك معلومات، قيل هذا الكلام ولا ما يعني أنا أسأل هنا، وإذا كان عندك فعلا هذه الأطراف زارت تركيا أو تزور تركيا، ومن هي الأحزاب اللبنانية التي نسقت مع تركيا على خلفية العداء مع سوريا؟ عزيزي كمال، أولا نحن صحفيين ولسنا استخباراتيين، صحيح. اثنين، كل ما نتحدث عن أو كل ما أتحدث عنه هو نشر في الإعلام التركي، نشر في الإعلام التركي زيارات سمير جعجع وليد جنبلاط، وقبل أن تتدهور علاقات أنقرة مع سعد الحريري بسبب أزمة تيليكوم، لأن التيليكوم كان يملكها سعد حريري، يعني تيليكوم التركية، وكانت هناك مشاكل مالية وأفلست الشركة وخرج سعد الحريري، ووفق ما قيل في الإعلام التركي هرب سعد الحريري وأخذ أموال تيليكوم معه. بعد ذلك تدهورت العلاقات بين سعد الحريري وأنقرة، هذا ما كتب.
ولكن كما قلت وليد جنبلاط وسمير جعجع والآخرين كلهم بدون استثناء كما قلت المعادين لسوريا والمعادين لحزب الله كلهم كانت لهم علاقات وهذا كتب بالتفصيل وهناك صور هذا قديم زياراتهم لتركيا يعني هذا زمان إذا عفوا يعني هذا قديم يعني بال 2011 و12 13 لكن 15. استمر أكيد استمر يعني إذا كان هناك اهتمام تركي أمني واستخباراتي وسياسي ومالي واقتصادي وبناء المدارس والمستشفيات ونشاط السفارة التركية هذا كتب في الإعلام التركي أكثر من مرة إذن لماذا تنقطع هذه العلاقة بدون شك استمر أعود وأقول تركيا لها قواعد في شمال سوريا لها قواعد في قطر لها قواعد في الصومال لها قواعد في العراق. في ليبيا لها قواعد في العراق وتركيا لها علاقات مع كل الإسلاميين أولا التركمان وبالتالي الإسلاميين سياسيا في جميع أنحاء العالم العربي من المغرب إلى الجزائر إلى تونس حركة النهضة إلى مصر إخوان مصر إلى السودان حتى جيبوتي حتى موريتانيا يعني تركيا لا تخفي هذا النشاط وهناك مؤسسة تسمى تيكا باللغة التركية هي المسؤولة عن جميع هذه الفعاليات لكن دكتور الخارجية. حسني يعني إثارة الفوضى أو تفكيك الدولة يعني اليوم اتهمة الأجهزة ما تتهم به الأجهزة الأمنية اللبنانية تركيا أو المخابرات التركية بأنها جندت أشخاص لإثارة الفتن أو إثارة الفوضى وكادت لامست الأمور الحرب الأهلية كما ذكر رئيس الجمهورية اللبنانية صار في اشتباكات في بيروت مسلحة هل الفوضى وتفكيك الدولة هي بوابة الدخول في هذه الحالة يعني تقوم أنقرة بالتمهيد عبر تفكيك الدولة لتسيطر أو لتدخل ويطلع أردوغان يقول طرابلس خط أحمر يعني ماذا تفعل في سوريا يعني تركيا ماذا تفعل في سوريا ماذا تفعل في العراق يعني قبل احتلال داعش للموصل في حزيران 2014 أثيل النجيفي وشقيق محافظ الموصل كان في أنقرة نعم يعني والإعلام كتب العلاقة الاستراتيجية بين تركيا وبين عائلة النجيفي وتحدث الإعلام في تركيا عن دور ما ساهم في تسليم الموصل لداعش نعم الآن ماذا تفعل تركيا في ليبيا الرئيس أردوغان هو الذي قال في تركيا في ليبيا هناك مليون من أصول تركية ولن نتخلى عنهم وسنقدم لهم كافة أنواع الدعم مليون عدد نعم. سكان ليبيا 6 ملايين طيب خليني مليون يعني يعني قبل أن نذهب إلى فاصل في كمان بإجابة مكثفة دكتور وسيم عندي أكثر من سؤال حقيقة لكن خليني ألخص نقطتين النقطة الأولى في كل هذا النقاش الدائر الرأي العام في لبنان والعالم العربي يريد أن يفهم من هو الوكيل المحلي يعني لحد الآن لا أحد يعني لا أعرف إذا وصلنا إلى جواب قطعي أو شبه قطعي من هو الجهات المحلية أو الأحزاب المحلية التي تنفذ هذا المشروع لأنه لن يأتي الأتراك من اسطنبول أو من أنقرة ينفذوا هذا المشروع هذه نقطة أرجو أن تجيب عليها بسرعة خلينا نحسمها أستاذ أولا الخمير الأساسي تحدث الدكتور حسني بوضوح عن منظمة تيكا هذه لها مدى حيوي واسع على صعيد الإنساني على صعيد التواصل مع العائلات ذي الأصل العثماني على صعيد القرى التركمانية على صعيد المدارس على صعيد المستشفيات وهذه تجربة تركية موجودة بدول عديدة ساحة الشمال اللبناني إحدى ساحات الصغيرة اثنين الإرث الإخواني والجماعة الإسلامية بالتحديد كمشروع حامل إيديولوجي للمشروع التركي في كل المنطقة الإسلامية طبيعي أن يكون أحد الحاضنات الأساسية التطور الجديد بالأمر هو الانتقال إلى نقطة إضافية إلى عراق بالحراك المدني اللي صار بلبنان منذ 17 تشرين الأول 2019 والاتكاء على أدوات متنوعة
فيها خلط الطاقات طيب والمصالح. دكتور بس عفوا إيه؟ أنا قد أوافق الأستاذ جورج على عدم الربط الملزم لبهاء الحريري مع الأتراك، لكن تقاطع المصالح موجود. بهاء الحريري موجود من موقع الطامح للعمل بالسياسي، من موقع منافسة خيه وإزاحته. وأنا بذكر باللي جرى بأربعة تشرين الثاني 2017 لما احتجز الرئيس الحريري بالرياض وحاول البعض أن يرمي اسم بهاء، وكان الموقف التاريخي للست بهية الحريري ولنهاد المشنوق من دار الفتوى، وقطع الطريق على هذا المشروع. نذهب إلى الفاصل، لكن قبل ذلك في سؤال لازم يطرح. موقف حزب الله، هل حزب الله أمام خيارات الآن في هذا التطور المتعلق بالنفوذ التركي في لبنان؟ بمعنى أنه الحزب سيقول أن هؤلاء هم من قاتلناهم في سوريا بالذبح والتكفير وإلى آخره واجهونا، أم حزب الله سيقول أن تركيا في لبنان أفضل من آخرين من السعودية، على يعني اعتبار أنه في علاقات تركية جيدة مع إيران؟ هل تعتقد الحزب سيكون بين هذين الخيارين في النظرة إلى نفوذ تركي داخل لبنان؟ يعني هون أستاذ كمال وبشكل سريع ثلاث مستويات للإجابي. أولا نحن شوي يمكن نتوقع من الأتراك حضور مؤثر في ساحة الشمال أكثر من قدرتنا الحقيقية، وهذا ما سنكتشفه لاحقا. رغم كل الواقع المعقد للشمال، لكن في جزئية كنت بدي أشير لها مهمة جدا بإطار النقاش، هو ربط هذا الطموح التركي بمخيمات النزوح السوري بالشمال. هنا يتضخم الخطر، يصبح بعده الأمني والديموغرافي والإيديولوجي أكبر بكثير حينما نربط البعد اللبناني ببعد النزوح السوري. وأنا رح أكشف لك معلومات بعد الفاصل كيف يتداخل العاملين الآن بقوة. بدنا نناقش أمور أخرى حول تصريحات السفيرة الأمريكية والجدل الدائر حاليا في لبنان وموضوع الاتحاد الأوروبي. هيدي الفكرة اللي هلأ عم أقول لك يا مفصلية في أصل النقاش اللي أنت طيب. عم بتقوله. بعد الفاصل نذكرها ملاحظة سريعة. أنا عندي ملاحظة سريعة. بعد الفاصل بس حزب الله بس لو سمحت بس لحظة خلينا نركز أفكارنا أكثر. أن يعلن طرابلس خط أحمر، ما تكون مغلط عم يحكي عن طرابلس الغرب مش طرابلس لبنان. لا هو سيعلن، ما أعلن لسه. بالسيناريو اللي عم ترسمه عم بقول لك بعيد المنال. لن تصل القدرات التركية بأي شكل من الأشكال إلى مرحلة أكبر مما عم بتشوفه، مجرد زبزبات تكتكات سياسية وأمنية لأغراض محددة. أنا أعرف حجم التعاون والاتصال المباشر بين المراجع الأمنية بلبنان وأنقرة، وحقي مدير المخابرات فيدان على تواصل دائم ومضبوط الساحة، ما نعطي الموضوع أكثر من حجمه. طيب دكتور وسيم بسرعة. نعم. جاوزنا الوقت بشكل كبير. بموضوع حزب الله أستاذ كمال، حزب الله أولا هو منخرط بقوة عبر الحكومة ووجوده فيها بالحفاظ على الأمن اللبناني كأولوية. بالمناسبة مرفأ طرابلس هو عنوان كبير لأكثر من قوة إقليمية بهذه المرحلة، ربطا بإعادة إعمار سوريا، ربطا بما ترغب به موانئ دبي أو شركة موانئ أبوظبي، أو بالوجود بين ضفتين أمريكية بحامات وروسية في حميميم وطرطوس. لكن أستاذ كمال حزب الله أيضا بهدوء العارف ببواطن الأمور يدرك حجم الهوامش المحدودة التي يملكها الأتراك حتى الآن في الواقع اللبناني. تمام. بالإضافة لعاملين حاسمين، العامل الإيراني والعامل الروسي ضمن ما يسمى بمنظومة أستانا أو سوتشي، وبالتالي التركي لا يستطيع أن يذهب بعيدا باللعبة الأمنية ما دامت اللعبة السياسية. تمام. هي الأقوى على الأقل في هذه الجزئية. فاصل نعود بعده مباشرة مشاهدينا. مجددا حياكم الله. الاتحاد الأوروبي رفض مقترحات مشرعين أمريكيين من الحزبين الديمقراطي والجمهوري في مجلسي النواب والشيوخ. تصنيف حزب الله
منظمة إرهابية، يؤكد أن الجناح السياسي للحزب هو جزء لا يتجزأ من المشهد السياسي اللبناني. ونظرا لتعقيد التوازنات السياسية بين القوى في لبنان والوضع الهش في المنطقة، يوضح الاتحاد الأوروبي أنه لا يزال مقتنعا بأن الانخراط في حوار بناء مع جميع الأحزاب السياسية الموجودة في هذا البلد يظل مفتاحا لاستقراره، وأكد أنه سيواصل العمل مع الحكومة اللبنانية بأسرها. في تشرين أول أكتوبر 1997 أدرجت الولايات المتحدة الأمريكية حزب الله منظمة إرهابية أجنبية، وفي الشهر نفسه ولكن من عام 2001 أدرجته منظمة إرهابية عالمية مصنفة تصنيفا خاصا وتحظر نشاطه بشكل كامل. وتمكنت واشنطن من الضغط على دول عدة لتحذو حذوها، ففي نيسان أبريل من العام الحالي صنفت ألمانيا الجناح السياسي لحزب الله منظمة إرهابية، إضافة إلى جناحه العسكري، لتنضم بذلك إلى دول أخرى مثل باراغواي، أرجنتين، برازيل، كندا، هولندا وبريطانيا. فيما فصل الاتحاد الأوروبي بشكل كامل منذ شهر تموز يوليو من عام 2013 بين جناحي الحزب السياسي والعسكري، حيث يصنف الأخير إرهابيا لكن لا يصنف الجناح الأول أي السياسي بالوصف نفسه. هذا بالنسبة للأوروبيين. فيما يتعلق أيضا بتصريحات السفيرة الأمريكية، نفت وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد اعتذار الحكومة اللبنانية من السفيرة الأمريكية شيا، وأضافت أنه لا يحق للقاضي محمد مازح منع الإعلام من نقل تصريحاتها. كان مازح قد أكد في اتصال مع الميادين أنه اتبع الأعراف الدبلوماسية التي تمنع على السفراء التدخل في الشؤون الداخلية للدول المعتمدين فيها. من جهتها وصفت شيا القرار القضائي بالمؤسف، معتبرة أن الأمر برمته يشتت الانتباه عن محاولة حل المشاكل التي تواجه البلد. عندك أستاذ جورج بشكل مباشر حول هذه التصريحات. قالت السفيرة أيضا أنه هذا يضرب حرية التعبير في لبنان. هل هو تدخل سافر على طريقة المندوب السامي في الدول الاستعمارية أم القرار القضائي كان ملتبسا بمعزل عن أي تفسير آخر؟ لأنه هذا الموقف ملتبس، قد يحتمل تفسيرات سياسية لا قانونية ولا قضائية. إذا أخذنا القرار هلأ، قبل شوي كنا حاطين القرار قدامنا وعم نشرحه نقطة بنقطة. في نقطتين أساسيات، القرار قال بمنع السفيرة الأمريكية من التصريح، وفي جزء منه منع وسائل الإعلام من استقبالها لمدة سنة. إذا فتنا بمنع السفيرة من التصريح، هذا قرار يشكل خرق لمجموعة من الاتفاقات، من اتفاقية فيينا للمادة 31 اتفاقية فيينا التي تحدد كيفية ملاحقة السفراء إذا ما اختلفوا على عقار أو ما اختلفوا على ورطة أو ما اختلفوا لا يلاحق السفير بالمادة 31. المادة 41 بتحصر العلاقة بوزارة الخارجية وليس بالقضاء. نعم. إلى هذا الموضوع، هذا عم نحكي بما يخص إذا كان المنع الأمريكية للسفيرة، لكن إذا كان منع وسائل الإعلام، منع وسائل الإعلام من التعاطي بهذا الموضوع، هون الجريمة بتصير أكبر. شو عم نحن ببلد حر، في حريات إعلامية، في ما في شيء بيمنع الصحافة إنه يستقبل سفير أو سفيرة. بعدين إنه فقنا اليوم على السفيرة الأمريكية، ليش الحياة الدبلوماسية بلبنان شو وين الحياة؟ ما في سفير كمال بيجي على لبنان وبيحب يفل من لبنان، لأنه أحد السفراء بيقول لي قعدت 11 سنة بيرم أربع سفرات دول. عندما يشتبه بتدخل سفير ما في الشأن في وسائل الداخلي اللبناني، تقوم الدنيا يعني يستدعيها وزير الخارجية يسجل ما يجري. حتب هذا ما أصول يجب التعاطي. لكن ما يجري شو؟ ما يجري أنه عندما يصرح أي سفير دولة تقوم الدنيا ويبدأ الحديث عن السيادة والاستقلال إلا السفيرة الأمريكية. نحن اعترفنا سلفا واعترفوا اللبنانيين من أعلى مسؤول إلى أصغر مسؤول. كنا عم نناقشه من ساعة، كنا عم نناقشه بأول حلقة، شو هو تدخل التركي والقطري والإيراني والسوري والأمريكي والسوفيتي والروسي والصيني؟ بدنا نعدهم؟ أي سفير ملتزم بالأصول الدبلوماسية، مش دفاعا عن الأمريكي ولا عن غيره. السفراء في لبنان يترأسون لقاءات حزبية، بيترأسوا مؤتمرات، بياخذوا مواقف، ما في حرية دبلوماسية لأي سفير. أمضى سفراء لبنان، في عنا سفير بسوريا، حدا بيتذكر شو اسمه؟ ميشيل خوري قعد 7 سنين
ما حدا قري اسمه بجريدة مرة. عندنا سفراء بالخليج، عندنا سفراء بأمريكا، بفرنسا، بأي دولة بالعالم السفير يتصرف بهالطريقة. إنما هناك أصول دبلوماسية، ولبنان عضو باتفاقية فيينا سنة 61، هناك أصول. عدا عن بدك تاخذوا هالشق هذا لأنه في شق تاني قضائي إداري داخلي جديد. لكن أنت أشرت للقوانين الدولية أستاذ جورج، وأنا ما بدي أطول على ضيوفي، لكن أنا عندي المادة الفقرة 7 من ميثاق الأمم المتحدة. الفقرة 7 من المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة تقول: يحظر على أي دولة التدخل فيما يجري داخل أراضي الدولة الأخرى لتحويل الأحداث في تلك الدولة لصالحها، ويحظر على الدبلوماسيين عقد مؤتمرات صحفية بدون موافقة الحكومة المستقبلة، اتخاذ مواقف في الحملات الانتخابية التي تجري للدولة المستقبلة، اتخاذ موقف من الصراعات الداخلية التي قد تمزق. هي ميثاق الأمم المتحدة؟ أي. بس هذا أنا بتصور وفي حال لم يلتزم الدبلوماسي مهما كانت رتبته بهذه المبادئ يؤدي ذلك إلى اعتباره شخصا غير مرغوب فيه. نحن بلبنان يعني هولي حاطين السفيرة الأمريكية، نحن بلبنان هولي حاطينهم على الرف. إذا بدك تتعاطى بهذا الأسلوب ما بيضل عندنا سفرة بالعالم بلبنان. خلينا نكون واضحين، بيغادروا معظم السفرة الارتكابات فظيعة خارج الأصول. أنا بس بدي أذكر بشغلة، في تدرج بالمسؤوليات القانونية. وبتحكي عن اتفاقية فيينا يلي تحدد شكل العلاقات الدبلوماسية بين الدول شيء، وبتحكي عن ميثاق الأمم المتحدة. نتذكر قرارات الأمم المتحدة، في شيء قرار بده أكثر من 20-30 سنة يتنفذ بالشرق الأوسط. لذلك إنما اللعبة القضائية الداخلية هي الأساسية. أنا اللي بدي أكشفه كمال، وبدي أقول لك شغلة مهمة قبل ما نفوت على استوديو بشوي. عرفت أنه أحيل القاضي إلى التفتيش القضائي. القاضي ارتكب خطأ أو تمادى بارتكاب خطأ وحيل إلى التفتيش القضائي، مفروض بطلع الأسبوع قدم شهادته عند رئيس هيئة التفتيش القضائي أو من ينتدب لهذه المهمة. الشغلة الثانية الأساسية والأخطر بهذه الحالة أنه أحيل بموجب المادة 95 من هيئة التفتيش القضائي التي تتحدث عن أهلية القاضي بأن يبقى. أنا براء من هذا الخبر، لكن هيك بس ناقد الكفر ليس بكافر. نعم. بس انا رغبت اشرت انه سبب هذه الازمه في اخطاء كثير ارتكبت بالشكل وبالمضمون وبالتوقيت وبكل المعاني. دكتور وسيم، دكتور وسيم اخذ مقاربتك بشكل سريع لانه الوقت يعني ليس في صالح، يعني ما حاسال. يلا حظي انا دائما الوقت مش بيصالحنا استاذ كمال. اولا انا من شاشه الميادين اللي عامله هالسبق الامني المهم اليوم، بدي حيي القاضي مازح واقول اذا خرق فعلا القانون القضائي هذا راح يكون تاج على راسه، لانه في سفيره تتدخل في حياتنا السياسيه بشكل سافر لم يسبق لاي دوله بالعالم. ما قطعتك انا استاذ جورج لو سمحت. لم يسبق لأي دولة بالعالم أن مارست هذا السفور بتحريض شعب على فتنة داخلية والدفع نحو حرب أهلية والطغيان على مكون لبناني هو حزب الله له نوابه ووزراؤه وحضوره المؤثر بالمجتمع، وبنفس الوقت حرمان لبنان من ثروته البحرية ومن حدوده البرية لاستعادتها، وأكثر من هيك تحريض الأطراف الداخليين بشكل يومي عبر تصريحات ممنهجة موجودة على محطات محلية وإقليمية ودولية باتجاه الفتنة والتحريض على هرق هذا الطرف الداخلي بلبنان، بالعراق، في أكبر سفارتين أمريكيتين في المنطقة يمارسان سياسة جمهوريات الموز التي كانت تمارس بأمريكا اللاتينية، وفي مواطن حر هو القاضي مازح قرر أن يزفر المرارة باسم فئة كبيرة من اللبنانيين. كل التحية له. المسألة بالسياسة وبالرمزية وليس بالقوانين. وفي بالمناسبة قاضي من منطقة النبطية منذ فترة أخذ دعاوى ضد مصارف لبنانية وخالف الأصول القضائية وقبل هذه الدعوى وأطلق أحكام. طيب. هذه زفرة مرارة باسم الرأي العام وليس تطبيق للقانون. دكتور حسني محلي، فيما يتعلق بالأوروبيين
والأمريكان في لبنان أيضا. بدي أخذ رأيك لأنه يبدو أن الأوروبيين عارضوا أن ضغوط أمريكية لتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، الجناح السياسي والجناح العسكري في بعض الدول الأوروبية كما ذكرت قبل قليل بالتقرير. سؤالي هو دكتور حسني، هل تعتقد أن ثمة مقاربات أصبحت أو أصبح هناك هو في المقاربات بين الأوروبيين وإدارة دونالد ترامب في لبنان وفي غير لبنان؟ أعتقد هذا موضوع تكتيكي وليس استراتيجي. بالنهاية هناك خلافات بين الموقف الأوروبي والأمريكي، أولا فيما يتعلق بالاتفاق النووي مع إيران وبانعكاسات ذلك على الدور الإيراني في سوريا، وبالتالي الدور التركي الذي يوازن الدور الإيراني في سوريا وبالتالي في ليبيا والمنطقة العربية بشكل عام. عندما كنت أنا في الجامعة وأدرس في قسم العلاقات الدولية وكنت أعد لأطروحتي في الدكتوراه، كان أستاذي كان يقول لي عليك أن تقرأ كل شيء وتعرف كل شيء، ولكن يجب أن تعلم بأن ما تقرأه لن يطبق فيما يتعلق بالعلاقات الدولية. يعني لا الميثاق الأمم المتحدة ولا اتفاقيات فيينا ولا اتفاقيات جنيف فيما يتعلق بالعلاقات الدبلوماسية، ولكن أريد أن أربط بما يحدث في أو حدث في لبنان وبانعكاسات ذلك على الموقف التركي الآن. قصتين فقط. أولا السفير الأمريكي الآن في تركيا ديفيد ساترفيلد. ديفيد ساترفيلد معروف في لبنان أعتقد بشكل جيد جدا لأنه خدم في لبنان واتهم في بداية التسعينات على ما أذكر عندما كان سفيرا في لبنان كان يتجسس لصالح إسرائيل. وديفيد ساترفيلد من المخططين لمشروع الشرق الأوسط الكبير واحتلال العراق لأنه كان مقربا من كونداليزا رايس. وهو الآن السفير التركي الأمريكي في تركيا والعلاقات التركية الأمريكية معروفة. اثنين ريتشارد يوني السفير الأمريكي الذي كان في القاهرة حتى عام 2008 طرده حسني مبارك من القاهرة نتيجة علاقاته مع الإخوان المسلمين والتيارات الإسلامية. من هناك ذهب إلى العراق سنة وبعد ذلك سنة إلى أفغانستان وجاء إلى تركيا وأصبح سفيرا لتركيا في بدايات الربيع العربي ولعب دورا مهما جدا. لحق به السفير الأمريكي في دمشق جيفري. يعني هذه التدخلات الدبلوماسية أو الدور الأمريكي في المنطقة أنا أعتقد بأنه متكامل. يعني التدخل في لبنان لا يجب أن لا نفرق بينه وبين التدخل في سوريا أو تركيا أو مصر أو دول الخليج أو إيران لأن هذه القصة متكاملة. يعني إذا ما يحدث في لبنان يجب أن لا نفصله بما تحدثنا عنه عن السياسات الأمريكية في المنطقة. دكتور حسني محلي الخبير في الشؤون التركية من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. دكتور وسيم بزي الخبير في الشؤون السياسية من بنت جبيل جنوب لبنان، شكرا جزيلا. أستاذ جورج شاهين الكاتب الصحفي، أشكر حضورك هنا في الاستوديو. والمسائية انتهت، في ختامها تذكير بعناوين الملف. مرجع أمني لبناني يؤكد توقيف العشرات بينهم يحملون الجنسيات العربية بتهمة الإعداد لعمل تخريب، من المستفيد من إحداث فتنة؟ اتهامات للمخابرات التركية بالدخول على خط أحداث الفوضى في لبنان، فماذا تريد أنقرة وما أجندتها في البلاد؟ وفد أوروبي يرفض طلبا أمريكيا بتصنيف حزب الله منظمة إرهابية، فهل تتضارب حسابات الأوروبيين وواشنطن في لبنان؟ مزيد من الأخبار يمكنكم زيارة موقعنا على الإنترنت باللغتين العربية والإسبانية. إلى اللقاء.